تسواش في الفير ما تسواش معانا تزور الوراق وتشد النفار تسيء الاداب وتتكلم بجهاله اصلك بخيل وشانك نعيل عيش قليل يا حصيد النفخاله مالك وابك اشترى وشرك طنيتي راسي خالي وانت للزواله مدامت العاد ولا ورتها شداد اخرها القبر وحر السواله صوفي السلام عليكم. اهلا سي قدور، تحياتي لعائلة الحمداوي ولجميع سكان مدينة دبدو. حياك الله، حياك الله وبياك. شكرا على الاضافة. مرحبا مرحبا. باش ما نبقاوش غير نتكلموا على مدينة تاوريرت في هذه الصفحة، يعني فضلنا اننا نستقبلوا شاب من الشباب من مدينة دبدو، وانت كنت من اول الناس اللي تقبلوا هذه الدعوة. نخليو ان الناس يلتحقوا بنا واحد لميان تاع الناس ونبديو ان شاء الله. مرحبا. سي قدور مرحبا بك. ياك الله سي منصف. نستقبل سي قدور الحمداوي مدينة دبدو، تحية لسكان مدينة دبدو والمناضلة ومدينة دبدو الجميلة، وتحية لسكان مدينة تاوريرت كذلك. سي قدور من مواليد مدينة دبدو، نعطيك الكلمة باش تكشف لنا على الهوية نتاعك للناس اللي كيشاهدونا. شكرا سي منصف على الاستضافة. قدور الحمداوي فاعل جمعوي بمدينة دبدو، ترشحت بحزب الاستقلال بمدينة دبدو، ما وفقش الله. هذا هو دابا سي حمداوي، باش نكونوا باش يعني نطرقوا لكل موضوع بوحدو، موضوع الانتخابات غادي نجيو له. دابا كشفنا غير الهوية، الاسم والسن والحي بين كتسكن والمدينة. مرحبا. الاسم حمداوي قدور، السن 32 سنة، المهنة ممرض وفاعل جمعوي، كنسكن في دبدو بحي الكياديد. سي حمداوي، هذه من القواعد نتاع البرنامج، غادي نعطيك ثلاثة نتاع الكلمات، كل كلمة غادي تعطيني انت باش كتحس ولا التفسير نتاع هذه الكلمة بالنسبة لك. مرحبا. عين سبيلية. المنبع. الروح ديال دبدو. محمد عامر. محمد عامر، دار الكرم والجود. عبد الحميد الجماهري. السياسي المحنك ولد البلاد.
سيق الدور باش ندخلوا للموضوع فيما يخص الانتخابات. سيق الدور زعما اعطينا واحد النظرة، يعني انت كشاب وكفاعل جمعوي كي كتشوف، كي مرات بالنسبة لك الانتخابات في المغرب ماشي في مدينة دبدو، الانتخابات يعني بشكل عام الاجواء اللي مرت بها هذه الانتخابات، انت كملاحظ كي لاحظت الانتخابات دازت؟ انا بالنسبه لي يعني الانتخابات في المغرب غلب عليها الطابع المادي لا غير، اللي عنده الماده هو اللي كان السباق في الفوز في اي حاجه لا غير لا غير. كاع ما يقول ناقشني شي واحد في هذه القضيه ديال الشفافيه والنزاهيه والنزاهه وكذا، الطابع المادي غلب على الانتخابات في المغرب كامله. يعني انت سيق الدور دابا باش نتحدثوا على مدينة دبدو، بغيت تقولنا بأن أصحاب المال هبطوا واحد الهبطة اللي كيهبطوها دائما، صحيح يعني هبطوا أصحاب واحد المال، لا هذا العام بشكل كبير. يعني أصحاب المال وأصحاب القبيلة، حتى القبيلة القبيلة تقريبا هذا العام ما خدمتش بزاف، قليل قليل ما كانش في الاخر، ولكن المادة كانت هي السباقة في كلش. سيق الدور فيما يخص حزب الاستقلال، واش نتوما غير باش الناس اللي كتشاهدنا دابا عندنا 120 واحد كيشاهدونا، وانا متاكد بان الناس غادي يلتحقوا بينا باش يتعرفوا اصلا على مدينه دبدو، لان الناس في مدينه التوريرت كاين اللي ما مهتمش بدبدو، وفي دبدو كاين اللي ما مهتمش بتوريرت، يعني باش نقربوا الصوره للملاحظ. واش انت يعني حزب الاستقلال واش هو اطار ديالك اللي يعني نضجت فيه وتربيت فيه لمدة سنين، أو لا دخلتي الانتخابات في حزب الاستقلال في هذه المرحلة الانتخابية وفقط؟ فقط انا دخلت الحزب الاستقلال في هذه المرحله الانتخابيه، انا ما تربيتش حزب الاستقلال، انا تربينا منذ الصغر في حزب الاتحاد الاشتراكي. حزب الاستقلال فقط انا ترشحت به حقيقه، فيه ناس اللي يستحقوا انني نتبعهم، منهم السي خالد السبيع جزاه الله خيرا عنا، الدكتور ربما كاين انقطاع في الصوت مع وكذلك الأخ. وكذلك تبعت في حزب السيد قدوري مبارك اللي ترشح حزب كيانيد، هذا فقط اللي خلاني ندخل حزب الاستقلال لا غير. يعني أنت عندك قناعة أنك الحزب يعني بحال بغيت تقول كما كان، المهم أنك تدخل الانتخابات وتخدم المدينة. فقط لا غير، ما كانش عندي انتماء باش انا نتبع شي حزب اخر، ولكن هاد الناس بالضبط اللي قلت لك الاسماء ديالهم وعلى سيم السيد خالد السبيع هما اللي خلوني انني نتبع حزب الاستقلال. اما باش ودابا انا عندي حزب كرمز فقط كرمز، وخا اننا لقينا صعوبه في الترشح بحزب الاستقلال في دبدو، الناس ملت بحزب الاستقلال في دبدو وكذا 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 وكذا، ولكن انا كان عندي الحزب كرمز فقط اللي كي انا 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 انا, أنا بالنسبه ليا اللي كان الانسان كيعرف قيمه الشخص، يشوف الشخص في القيمه ديالو، الشخص شنو هي الافعال ديالو، شنو يقدر يدير هذا الشخص، راه تجي تشوف راه فرق كبير بين المرشحين، راه كاين اللي دون المستوى باش ينجح وفات، ولكن كيبقى داك الشيء اختيار ديال الناس والقناعه ديالهم ما كتقدرش تحكم فيها، وغلب عليها الطابع المادي بدون مهم. الانتخابات دازت غير نزيهة. في مدينة دبدو انتم يعني كحزب، حزب الاستقلال، واش عينتم مجموعة من الخروقات بمدينة دبدو ها في الليلة نتاع الانتخابات، في ليلة التصويت، واش عينتم بعض المجموعة من الخروقات في دبدو؟ لا ما كانتش خروقات، لا 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 في مدينة دبدو ما كانتش خروقات. لا لا ما كانتش خروقات، لا في الفرز ديال الأصوات، لا في لا لا التشكيل، ما ماشي في كانتش الفرد، خروقات. من طرف المرشحين، من طرف المرشحين. طبيعة الحال كان طابع مادي. شوف السي مصير وأكثرنا كان، أكثر وأكثر أنا كنهضر أسيق عليك الدور. شوف والله القسم، يدخل كاع اللي بغى يناقشني ندخل نهضر معاه. لا كان على هذا شوف احنا كان استدعيناك غلب أسيق الدور باش تفسر لنا هذه المسائل. دبدو غلب عليها الطابع المادي، ما غلبش عليها راه صوتوا على فلان راه كذا وكذا وكذا وكذا، عندك الفلوس غادي تدوز، ما عندكش فلوس ما تدوزش، كملنا الموضوع. يعني المرشحين كانوا كيفرقوا الفلوس يعني بطريقة اللي كبيرة في مدينة دبدو. كثيرة تفرقت فلوس، كثيرة تفرقت فلوس كثير، ماشي غير كثير،
وما نظمتوش وقفات احتجاجيه انتوما كحزب في هذوك الايام. ما يمكنش حتى الحزب، راني نجيك الصراحه، الحزب ديالك كبر يعطي الفلوس، ملي كتشوف يعطي الفلوس راك واش خصو يعطي الفلوس، ما يمكنش. لا ولكن اسمح لي السي قدور غير باش نصحوا واحد باش ما نمروش مغالطات، هناك احزاب شريفه تشتغل ببرامج سياسيه، يعني شوف واخا كتعطي الفلوس راه ما كان ما كاين بعض الاحزاب اللي ما كتعطيش الفلوس غير باش ما يعني باش ما نعطيوش واحد النظره سلبيه عامه. لا بدو ما عندناش هذه القضيه. هو علاش تدعيناك باش تفهمنا؟ لا بدو ما عندناش هذه القضيه ديال اللي ما يعطيش الفلوس، لانني كاين بعض الناس اللي بعض الناس هما اللي كيجيو يقول لك خصك تعطيني الفلوس باش نصوت عليك. انا بالنسبه ليا انا كنت من المعارضين ديال الفلوس، من بالنسبه ليا كنت من المعارضين ديال الفلوس، وكنت كناكد عليها ونعاود ناكد عليها. كنت من الناس اللي معارضين على الفلوس باش تعطى الفلوس. علاش؟ لان اللي بغى يصوت عليك، كاين الناس اللي كيجيو كيقول لك خصنا الفلوس، اعطينا الفلوس. كيفاش غادي تدوز هذه الانتخابات هذه؟ اغلبيه ديال الناس نقول لك واحد 30% كلشي كان باغي الفلوس. كلشي كان باغي الفلوس، ما يمكنش غادي تدوز النزاهه، ما كايناش النزاهه. سي قدور دابا انتوما يعني باش ما نبقاوش نتزايدوا على بعضياتنا، انت والاخر ديالك انا منصف نجاوب جمال جمال دبدو. سي جمال دبدو نعم قال لك هو كيهضر على الخروقات، انا قلت ما كانش خروقات، انا كنت كنهضر على بالنسبه للتصويت وفرز الاصوات، اما باش القضيه ديال الخروقات ديال الانتخاب هذا راك فهمتني يا سي منصف. اما بس بالنسبه للخروقات راه كانت خروقات السي جمال، ما فيهاش النقاش، كانت غالب عليها الطابع المادي بدون شك. دابا عندي غير واحد الملاحظه، مدينه دبدو يعني باش نكونوا موضوعيين عرفت مهزله انتخابيه بامتياز. بامتياز. دابا انا اللي ما بغيتش نفهم، انا هنا في فرنسا دابا من مدينه بوردو سمعت واحد السيد كيقول لهم صوتوا عليا باش نديكم لفرنسا، واش تقدر تثبت لنا هذا الخبر؟ هذا الخبر كان رائج في المدينه، هذا الخبر كان رائج بزاف في المدينه، هذا الخبر تقال. انا حاليا ما سمعتهاش بنفسي، نقول لك سي منصفني سمعتها بفمي، ما سمعتهاش ولا بود ما سمعتهاش بودني نهائيا، بصح الخبر كان رائج بواحد 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 الاخر بواحد الوتيره ما في شكل، بلي ان السفلان كيقول لهم خصكم اللي صوت عليا ندير اوروبا هذه برك. بصح بس سمعتها بودني راه ما سمعتهاش، بس ما تبغيني سي قدور هاد ستستمر في المعارضه نتاع الفاسدين بمدينه دبدو حتى من خارج المجلس البلدي؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال بطبيعه الحال. انا نقول لك واحد القضيه، انا الله يعاونهم ومرحبا بهم في المجلس الجديد، والله الا بالفرح ان يكونوا حتى هما يديروا تجربه سياسيه ويقودوا. لا سي قدور باش ما نبقاوش باش ما خصنا نهضروا مع الدبادبه بطريقه جديه ومسؤوله وموضوعيه. دابا حنا تكلمنا على واحد الجزء نتاع الفساد الانتخابي في مدينه دبدو، ما غاديش نقولوا لهاد الناس الله يعاونهم، الا كانوا طلعوا بالفساد راه خصنا نتكلموا مع الجماهير الدبدوبيه ونقولوا لهاد الجماهير الدبدوبيه واخا غلطت راه حنا معاكم باش نعارضوا هذا المجلس الجماعي. هذا هو النقاش الحقيقي اللي خصنا نمشيو له. نعم السي منصف انا ما نكذبش عليك، انا راني غادي نكون من المعارضين، اي خطا ندير تلقاني في الصف الاول. انا عرضت حزب الاستقلال لمده ديال 4 سنين ما كنتش كنطلق منه الشعره، عادي يجيني انا حزب اخر اللي غادي يرجعني اللور، ما غادي يرجعني حتى شي واحد اللور، انا غادي نكون معارض لهم لاقصى درجه. الى خدموا سنقول له احسنت، نقول للمسيء احسنت، للمحسن احسنت، ونقول للمسيء اسأت. هذا راه ما بدونش غادي نتعارضوا معاهم اذا كان شي خطا بطبيعه الحال. سي قدور انت كرئيس مجلس جماعي شنو غادي تقدم لمدينه دبدو اول حاجه غادي تفكر فيها؟ الناس في دبدو ما خصهمش بزاف، انا نقول كاع ديك القضيه ديال اعطيني واحد نهضر واحد دقيقه. الناس في دبدو ما خصهم والو، انا كنعرف دبدو شنو خصهم. الناس في دبدو خصهم كيقول لك خصهم مصانع، خصهم كذا، خصهم كذا. انا ما نضلش شي واحد غادي يحقق لهم هذا الحلم هذا نهائيا، ولا خصهم مستعجلات للقرب، لان مستعجلات للقرب كتندار بواحد النسبه ديال الساكنه خصها تكون متجاوزه واش 30 او 40 الف ولا. الناس في دبدو خصهم النظافه، خصهم الكودرون، خصهم الاناره، خصهم
ماشي شي واحد يقول لي لا خصهم معامل وخصهم هذاك الهضره غير خاويه، هذيك الهضره نتمنوا كان البرنامج ديال الحزب الاصل والمعاصر بدون اللي خدا دابا المجلس كان من ضمن هذا الشيء، مصانيع تضيف طاطا بزاف بزاف الوعود. نتمنوا هاد الوعود يكونوا في الصميم، نتمنوا هاد الوعود ديالهم يكونوا في الصميم. اما قضيه انا شنو نجيهم الصراحه، اما قضيه انا ضد الدبادبه ما خصهمش بزاف، الدبادبه خصهم واحد جوج قبه ولا ثلاثه يجلسوا لهم في السبيطار، الدبادبه خصهم القدرون يكون نقي، القدرون يكون يشعل شعيل صح. وما تبدو راه ديجا الحمد لله كنشاف الوتيره ديال حزب الاستقلال كان ماشي مزيان، ومشاريع راه جايه، مشاريع اللي كبيره راه داخله، مشاريع اللي كبيره ديال حزب الاستقلال اللي قبل ما يدخل هذا الحزب، هذا الحزب هذا اللي دخل غادي يلقى تبارك الله اموال طائله اللي غادي موجوده ويكمل الخدمه بها. اما قضيه تقول لي المعامل وخصنا كذا احنا ما كرهناش، ولكن نتمنوا يحطوهم على ارض الواقع، نتمنوا يحطوهم على ارض الواقع لان هذا الشيء ينفع البلاد مزيان وما تبدو ما كيخصوش بزاف. كنشكرك على هذه المداخله القيمه. سي قدور، الرئيس السابق كان كيشتغل بحزب الاستقلال، نعم، ما قدمش واحد الحصيله اللي هي ايجابيه لدبدو والمعطيات راها قدامنا. انتوما كشباب يعني كيفاش باش تقتو في هذا الحزب وتقدمتو بالرمز ديالو؟ شوف بالنسبه لي انا كشاب ترشحت بحزب السيق، ربما هناك انقطاع، غادي نوليو لسيق الدور، وقيل عنده مشكل في الانترنت. نتمنى انه يلتحق بنا. كنتسناو الاخ قدور يلحق بينا. سمح لي ما عرفتش فين القطاع، كان مفاجئ تقطع سير بلاص. عرفت تفضل. بالنسبه لي السؤال اللي عطيتني كيفاش لانكم تقصوا في حزب ديال حزب الاستقلال. قدور غير باش نكونوا متفقين، انا راك كتعرف فين تربيت والمدرسه اللي تربيت فيها. انا اليوم كان استدعيتك باش نطرح عليك اسئله بريئه، اسئله نتاع الناس اللي بغاو يعرفوك. انا غادي نجاوبك بكل براءه. لا باش ما باش ما تقلقش ولا شي حاجه، حنا كنطرحوا عليك اسئله كشاب وفاعل جمعوي بمدينه دبدو وتجاوبنا بكل صراحه. والله تنجاوب بكل صراحه، ما عنديش اشكال. تفضل. واخا بالنسبه لي كان علاش بالضبط قلت لي علاش بالضبط تقتو في حزب الاستقلال وترشحت فيه وكذا. شوف انا غادي نجيك الصراحه، حزب الاستقلال وحاليا اللي كانوا الناس دبدو قلوبهم ماشي ما فيهمش الحقد الاقصى درجه، والله ما فيهم الحقد. الحقد لقيناه في الحزب المنافس وداك الشيء اللي داروه فينا ما يتحصاش. على كيفاش بغيتني نتبع نتاع حزب اللي كيكتب بيك؟ كيفاش انت كتبع حزب اللي كي للناس اللي منتميين له كيديروا ما في وسعهم باش يطيحوا شي واحد اخر، واحد خدام في شي خدمه ولا سيكيريتي ولا ولا ولا، كيفاش غادي تتبعهم؟ واخيرا كاع انا تبعت السيد خالد السبيه. هذاك السيد نكذب عليك فين ما مشى غادي نمشي معاه، واخا يمشي الحزب اللي يكون غادي نتبع. لا غير هي سي قدور، هذه انت دابا كتكلم بالعاطفه مزيان، هذا الشيء اللي قلته وتفضلت به. غير هو ان غير باش نوضحوا للعموم المشاهدين والمشاهدات، الحزب عنده برنامج، يعني احنا كشباب كنبغيو نلتفوا حول برامج حقيقيه واحزاب حقيقيه اللي عندها مناضلين ترباو في هذه الاطارات العتيده وعندهم مقرات اللي كيناقشوا من خلالها الافكار والبرامج نتاع الحزب. هذا كان مجرد توضيح. سي قدور، حزب الاصاله والمعاصره بمدينه دبدو، ما موقفك منه؟
والحقيقة الحقيقة نقول بعض القضية، شنو؟ ماشي، ما نتكلموش على الاشخاص. لا 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 لا، هذاك حزب ما عندوش، انا نجيك صار هذاك حزب ما عندوش، ما في المغرب من بعد حزب من بعد، هذا احنا كنهضروا على الاشخاص، واش نهضروا على حزب اصلا ومعاصره؟ حزب اصلا وصلا ما عندوش تاريخ، ما عندوش كذا، ما عندوش بزاف الحوايج. 20 غير في هذا 20 فبراير خرجت بسبب الناس نتاع الاصل والمعاصره، غير باش الناس يكونوا فاهمين ويعرفوا. حزب اصلا ما عندوش تاريخ، ما عندوش تاريخ نهائيا. احنا كنهضروا، انا بالنسبه لي نهضر على الاشخاص، الاشخاص ديال الحزب الاصل والمعاصر، ماشي شي اشخاص اللي عنيفين ولا شي حاجه، ولا الاتباع ديالهم اللي كان فيهم المشاكل. اما بالنسبه للناس اللي ترشحوا بحزب الاصل والمعاصر، ما نكذبش عليك، بكل روح رياضيه هانئا لهم، ونتمنوا لهم التوفيق في المسيره ديالهم. لا لا، سيق الدور، غير اسمح لي. شوف شوف شوف، سيق الدور، السياسه ما كترحمش. إذا كانوا هاد الناس فاسدين، راه يجب التصدي لهم بنقاش فكري. غادي نقول لك واحد القضية سي منصف، غادي نحبسك باش غادي نعرفوهم فاسدين حاليا. أنا مازال غادي نعاود. لا لا، دابا أنت تكلمت ليا، راه أنا من تكلمت على التصدي الفكري، يعني نوقفوا لهاد الناس ونقولوا لهم إما غادي تخدم إما غادي تنبق من ديك البلاد. طبيعي الحال، والوقت راه قدامنا، باش غادي نشوفوا واش غادي يخدموا ولا ما يخدموا. انت قلت لي عطاو الفلوس، انت قلت لي عطاو الفلوس، الناس عطاك الفلوس. شوف الله، الفلوس الا تعطات، وثيق الدور بيني وبينك، مين كتعطى الفلوس واش غتسنى من هذا غادي يخدم؟ المواطن هو اللي بغى تيمونتي، المواطن، شي مواطنين في مدينه دبدو هما اللي بغاو هاد الفلوس. نقول لك الصراحه خويا منصور، الناس في مدينه دبدو، الناس اغلبيه ديالهم بغاو الفلوس. ما نهضروش على العامه، لان كنهضروا على الاخر، بغاو الفلوس. ماشي راه الا ما عطيتش الفلوس ما تنجحش. الناس هنا في هذه الفتره هذه راه كيقول نبيع، ندير المستحيل وننجح. الناس كدير المستحيل باش تنجح السي منصف. اما الاشخاص راه عندهم تجربه اولى، نتمنوا لهم التوفيق، راه ما عاد في التجربه الاولى ديالهم، نتمنوا اننا نلقاو فيهم خير، نتمنى، علاش لا؟ ولا لقينا فيهم خير نقدروا نتبعوهم، حنا نتبعوهم، ماذا بينا دبدو تزيان على ظهرهم؟ حنا ماذا بينا هاد الناس هادو يقودوا مدينه دبدو الافضل، وتكون دبدو احسن في المستقبل. الى هاد الاستقلالي، الى هاد الاستقلاليين ما داروا والو، ما لا نبخسوا الناس اشياءهم، الاستقلاليين داروا اشياء ما يقدر حتى شي واحد يديرها في المستقبل. حطوا البنيه التحتيه ديال مدينه دبدو، كل شيء تحط. نتمنى هذا المجلس هذا اللي جاي دابا انه يكمل المسيره ديالو، يكمل ان شاء الله في المسيره ديالو، ويكون ويقدم الافضل للساكنه، وحنا غادي ندعموه ان شاء الله ونقدروا نتبعوه. اما باش تقول لي ما هذه شي هذه ما عادش يخدموا، غادي نتبعوه، راه بتاتا حنا ضده. سيق الدور، لماذا ترشحت بحي الملاح وماشي بحي الكياديد؟ نريد جواب صريح. صريح صريح صريح، حي الملاح انا نقدر نترشح في اي حي، ما نكذبش عليك، نقدر نترشح في كيادي، نقدر نترشح في العماره، ما كيكونش عندي ديك. لا غادي نقول لك، غادي نجاوب، غادي نجاوب، غادي نجاوب، غادي نجاوب، نقاطعك الله يخليك، وانا جاي لك، غادي نخليك تتكلم. علاش ما مشيتش لحي الحوش؟ انا اعرف بانك دبدوبي حتى النخاع، راه انت دبدوبي ديالك حتى واحد ما يحيدها لك، وشي دبدوبي اكثر منك ما كاين. دونك علاش ماشي الحوش؟ علاش ماشي ولاد يوسف؟ علاش ماشي قبوين؟ علاش ماشي القعده؟ علاش ماشي سلاويت؟ لماذا حي الملاح بالضبط؟ شوف تقريبا المرشحين ديال حزب الاستقلال كل واحد كان قابض بلاصتو، تقريبا كل واحد كان. هاد حي الملاح بالضبط كان خاوي مده ديال العام اللي كانوا هضروا معايا في هذا الموضوع، قالوا لي واش ترشح فيه، دخلت له. انا عادي انني نترشح في الملاح، عادي انني نترشح في ولاد عماره وفي ولاد يوسف، ما كتهمنيش الهزيمه، بالعكس انا راني تهزمت ومشيت عند المنافس ديالي، ومشيت عنده طال الدار وسلبت عليه بكل روح رياضيه. شفنا الفيديو، شفنا الفيديو، بكل روح رياضيه، واخا انهم كيقول لك لا طاطا غير درت هكاك، لا بالعكس، انا اقسم بالله العظيم الا كنهنيه وكترشحت حتى في ولاد عماره ولا في الكيادين ولا، السبب اللي خلاني انني ترشحت في الملاح انه كان خاوي فقط، المكان كان فارغ. ما يمكنش انت مرشح مثلا، نهضروا على حي الكيادين، غادي نعطيك غير مثال حي الكيادين، حي الكيادين ترشح قدوري مبارك في حي الكيادين،
وكان الحي ديالو ديجا كان هو اللي كان ضد العضويه في حي كاد، راه ما يمكنش تمشي تقول له حيد بحي كاد، اللي عنده العضويه ديالو كيجلس في المكان ديالو، راه ديجا كيدي الحي ديالو خصو يجلس فيه، هذه المره منين خسر المره الجايه عاوتاني يشوفوا شكون يحطوا الحي فقط، هذا هو لا غير، هذا هو الجواب ديالي في هذا الشيء. كان حي فارغ دخلته، لو كان قالوا لي ترشح في بلاد عماره كانت فارغه نترشح فيها، ما كانش عندي اشكال فين نترشح. يعني انت السيق الدوري كتكونفيرمي لي اليوم على هذا المنبر نتاع نتاع توريد 24 بان حزب الاستقلال بمدينه الدبدو ما استعملش الاموال بل استعمل النقاش عبر البرامج الانتخابيه نتاع الحزب. شكون هو؟ حزب الاستقلال. واش ما استعملش المال في مدينه الدبدو؟ هذا السؤال، شوف هذا السؤال ما نكذبش عليك، كلتا الطرفين داروا خدمتهم. نجيك صريح؟ كلتا الطرفين داروا خدمتهم، ما كاينش فيهم اللي ما عطاش شي سنتيم، كلشي عطى. وهذه راه امور خطيره. والصراحه نكذب عليك، هذه هي الصراحه، الصراحه نقولها امام الملك. وحنا كنا كنقولوا بالله كاين شباب في مدينه دبدو غادي يتقدم باحزاب لها اراده قويه ولها رغبه في التغيير في مدينه دبدو. السي منصير، كن على يقين هذاك الشيء كاع تبخر. غلب الطابع المادي. السيق الدوري، هل ستستمرون في العمل الخيري بمدينه دبدو؟ طبيعه الحال، طبيعه الحال، انا ما عنديش بدعه حزازيه في هذا الشيء، ما عنديش. يقدر يوقف الصفحه ديالي ما تحبسش بعد ما هادشي، لانك كتلقى الناس ضعفاء اللي محتاجين، وانا كنلقى شي واحد اللي غادي يستمر في هادشي من غدا نفوت له هادشي، حتى انا عندي ما يدار، راه عندي ما يدار، راني مازال ما كملتش القرايه ديالي وبدات كويجا، نخلي شي واحد اخر اللي يستمر. اما بالنسبه باش نحبس لهم العمل الخيري، محدي انني عندي هاد الباج وفيها ناس محسنين جزاهم الله خيرا يستطعوا يساهموا وينقذوا شلا ناس من الضايع. الله يا ودي، مرحبا على الراس والعين. سيق الدوري، ثلاث كلمات ونستمر. مرحبا. ست هام التواتي. رحمه الله، الفقيه ديالنا. رحمه الله. حمادة غمريش. رحمه الله، حمادة مسكين كان قبل ما يموت حمادة دخلتو معايا للجمعيه داك الشهر مات. كنا باغيين نديرو واحد الجمعيه خيريه، وهو اللي كان اسس الجمعيه الخيريه ديالي قبل ما نبدا فيها. الله يرحمه. حي الحوش. حي الحوش فيه ناس طيبين، ناس زينين. شنو غادي نقول لك عليه؟ حتى هو كباقي احياء مدينه دبدو. يعني كجميع الاحياء. كباقي احياء مدينه دبدو اللي علاقه وطيده مع الناس ديالهم، نعرفهم مزيان، يعرفوني مزيان، صافي لا غير. هذا المجلس الجماعي اللي في مدينه دبدو، شنو هي في نظرك اول حاجه خصو يخدمها بهذه المدينه؟ اول حاجه اللي خصو يلتفت لها؟ اول حاجه الجانب السياحي ولا الجانب الاقتصادي؟ وعطينا امثله حقيقيه، عطينا دي زيكزومبل. شوف انا كنتمنى من الحزب الجديد اللي في المجلس انه يكون البرنامج ديالو، اول البرامج ديالو انه يخدم المجال الصحي، يركز على المجال الصحي لان الناس مكرفسين بزاف. المجال الصحي هو الاول يخدم. المجال السياحي راه من ديجا راه مبرمجه تفرنت غادي تكون مخيم، هذا غادي يكون شي حاجه سياحيه رائعه. بالنسبه لاول حاجه اللي يركزوا عليها في دبدو المجال الصحي. تخيل انت كتلقى بنادم مع جوج الليل ثلاثه الليل كيدور في الزنقه ما كلا امبيلونس لا حتى شي حاجه، راه كارثه. صافي هذا هو اللي تركزوا عليه، ركزوا على المجال الصحي غادي يكونوا مزيانين. الصحه في دبدو هي اللي خاطئ. وماذا على الميدان السياحي؟ الميدان السياحي خصو بزاف، خصهم منين يخدموا شي موقع سياحي ما يفرطوش فيه. مثلا هاد الترميم اللي راه واقع في حي الملاح وحي القصبه، خصنا نحافظوا عليه وخصنا نردوه مكان سياحي بامتياز. هاد الترميم راه داخله فيه ملاير صحيح، خصنا حنا نستقطبوا، خص الشباب ديال مدينه دبدو يديروا جمعيات سياحيه. اول حاجه خص بنات الدراري ولاد دبدو يديروا جمعيات سياحيه، الدراري ولاد دبدو يديروا داك الشيء ديال كيسميوه
دوك اللي كيخرجوا مع الكوار كي كيقولوا لهم بعدا نسيت السميات ديالهم اللي كيحوسوا بهم لي لي بارتناريا لي اللي كيديروا جولات بالسياح دبدو. حنا ديما ملي كيجيو الناس هنا لدبدو كان غير دار سبيليا اللي كتكلف هادشي. ملي كيجيو الناس لدار سبيليا رياض دار سبيليا دار سبيليا هما اللي كيتكلفوا لهم هادشي ديال اللي يضرب مع انتورني في الدو يخرجوا من التافران تيديهم شي مواقع اخرى اما شي 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 حاجه اخرى ما كايناش. نتمنى تم الشباب ديال دبدو انهم يديروا جمعيات سياحيه ويتحركوا. دبدو راه منطقه سياحيه بامتياز بامتياز. راه شتي المشكله ديال تافرنز من كيطيح الثلج في تافرنز راه ما كنلقاوش في البلاصه فين تجلس بالحديد الطوموبيلات بالروينه الكحله ومني كتطلع ما كتلقاش بيضه ما تاكلها. ماشي هذا افراط في المجال السياحي افراط كبير في المجال السياحي. مهم حنا كنركزوا على المجال الصحي هو الاول وندخلوا للمجال السياحي. اما المجالات الاخرين راه شويه شويه الحمد لله الامور راه مزيانه في البلاد. داكو تكلمنا على واحد الموضوع اللي هو مهم. حنا دابا في سنه 2021 وفي دوله الدستور الجديد اللي تم الاصلاح نتاعو سنه 2011 وتحددت لي قبيله على الفساد الانتخابي بمدينه دبدو. واش ما عينتوش دور السلطات المحليه في مدينه دبدو؟ واش المقدمين ما داروش خدمتهم والسلطات ما تحركتش يعني رغم هذا الفساد بالمدينه هذا الفساد المالي؟ ولا السلطه بما ان هذيك الاحزاب مخزنيه ما بغاتش تدخل معاها؟ فين كان المشكل بالضبط؟ شوف اختي ممكن حتى شي حاجه ما كتخدم بالعلاني في هذا الشيء. حتى شي حاجه ما كتخدم بالعلاني باش تقول شفتو بعينيا هكا عطر ما شفتوش بعيني. راسي انا وكنشوفو بعينيا ما عرفتش نطلقو. راه حتى شي حاجه ما كتخدم امام الملاء كلشي من تحت لتحت. ولكن ملي كتسمع راي الشارع فلان عطاوه فلان دا فلان دا فلان دا ما بقاش سموك كلشي دا الا قليل. سيق الدور الميدان الرياضي في مدينه دبدو شنو كتقترحوا شي امثله يعني اللي عمليه للمجلس الجماعي؟ نتمناهم يدعموا جمعيه وفاق دبدو بعدا جمعيه وفاق دبدو لكره القدم الجمعيه اللي عطات الكثير الكثير. نتمنى ما تهمش في المجلس الحالي نتمنى ما تهمش. هذه هي الجمعيه الوحيده اللي منشطه دبدو هي او كاين حاليا واحد الجمعيه ديال الكره الحديديه منشطه حتى هي الجروب وداكشي. اما باش تجي تقول لي شي حاجه اخرى راه ما كايناش. جوج جمعيات منشطين دبدو الجمعيه ديال الكره الحديدية وجمعية كرة القدم وفاق دبدو اللي عطات الكثير راك سمعت عليها ديجا جمعية وفاق دبدو. وفاق دبدو وفيما يخص الصحافة المحلية يعني مدينة دبدو واش كاين شي صحافة محلية اللي فعالة وكتشتغل في المدينة ولا كاين بعض الشباب اللي يعني ما عندهمش إمكانيات باش أنهم يوصلوا الصورة نتاع مدينة دبدو في الخارج؟ والإمكانيات هي من هذا الجانب هذا الإمكانيات صحيح الإمكانيات ما كايناش باش يوصل. حنا ما كرهناش يكونوا صحفيين. انا راسي كنت مراسل ديال شله جرائد وطنيه ما كتلقى اكراهات بزاف اكراهات بزاف باش توصل اكراهات بزاف باش عادي تقدر توصل ما يمكنش توصل. سي قدور نتوما في الحمله الانتخابيه نتاعكم شرح لنا كي مرت هذه الحمله يعني الطريقه نتاع التسويق نتاع البرنامج السياسي ديالكم والبرنامج باش انكم تخدموا المدينه بالسطنه باش نعيشوا معك هذيك اللحظه الانتخابيه انت كمرشح شنو هي الطريقه اللي اعتمدت عليها باش انك توصل لهذاك المواطن المقهور لهذاك المواطن اللي ما لقاش الطبيب باش انه يصوت على محمد قدوري برمزي الميزان؟ السياسه بتبدو بشكل سي منصف وحنا هذا البرنامج راه سميته في الاصل برنامج في الشكل لان انا لقيت نسبه قليله اللي كتفكر في البرنامج نسبة قليلة نسبة قليلة. مين كان تحدث لك على البرنامج راه ماشي واحد البرنامج ايديولوجي ولا واحد البرنامج مرجعي. انا كان تحدث لك على واحد البرنامج عملي كتحط فيه ها شحال غادي نصاوب السبيطار ها باش غادي نبدا ها باش غادي نزيد ها باش غادي نرجع ها الحوايج اللي خصهم يتصلحوا بداو ها الحوايج اللي ما كاينينش خصهم يتقالوا هادشي اللي كنتكلم عليه. فهمت مزيان. حزب الاستقلال كباقي الاحزاب كان عنده برنامج ديالو وديجا كنخدم وحط الاعمال ديالو ضمن البرنامج ديالو. اللي بغيت نقول لك السي منصف خصك تعرفو نسبه قليله في دبدو
اللي كتفكر في البرنامج الانتخابي اللي فكرت فيه، الناس كتفكر في الماديات. انا نجيك صريح، انا كنهضر معك صريح، انا نهضر معك شنو واقع في دبدو. تبدو كنهضر معك كراني حاطه قدامي وكنهضر معك. السي قدوري الناس ما كنفكر في سيمون، اسمعني لا غير نقاطعك باش نرجعوا للموضوع. السي قدوري انت دخلت لعالم السياسه، هاد الاشكاليات انا في نظري راه كانت عندك من قبل ما تدخل الانتخابات، يعني انت راك كنت ضابطها. يعني انت من دخلت للانتخابات راك عارف بلي كاين اشكاليات معقده ببادين الدبدو، وانت كمرشح كيف عالجت هذه الاشكاليات؟ ماشي حتى دخلنا الانتخابات ويسولنا شي واحد ونقولوا له مدينه الدبدو، لا مدينه الدبدو الا كانت فيها فعلا هذه الاشكاليه فانا كسياسي كيف دخلت لزمام الانتخابات وكيف اعالج هذه الاشكاليات؟ يعني انا كمحقق الدوري، يعني كيفاش مشيت عند واحد السيد واخا شد الفلوس وقنعته باش انه يصوت على قدوري اللي ما عطاش الفلوس على سبيل المثال؟ مثلا انا ما كنتش في الحمله الانتخابيه وما عارفش والله منطق. ما كانتش هذه القضيه، ما كانتش هذه القضيه ديال برنامج كذا، ما كانتش نهائيا في الهضره ديالنا نهائيا، ما كانتش بتاتا. كانت عندنا تدخل به طلوع صافي، تصوت على قدور هذه، صوت على قدور، كان عندهم اقناعات باش اجيك صريح. ما كاينش ديك عاراني برنامج اللي غادي نخدم لك سبيطار، لا غادي نخدم لك مستشفى، لا غادي ندير لك طريق. ولا انا كاع ما دخلت في راسها هادشي، وانا دخلت في راسها جوج حوايجات، كاينه الفلوس كاينه ما كاينش فلوس، وكاين اللي تبعك بلا فلوس. الحمد لله كاين شي ناس كيتبعونا بلا فلوس، تبعونا بلا فلوس صافي. ما كاع ما نكذبش عليك، ولا نقول لك راني قلت لهم ولا عطيتهم. انا ما تحدثت مع حتى شي واحد في اي موضوع ديال البرنامج ديالي نهائيا كمرشح بتاتا. ولكن السي قدور، هذا الشيء اللي راك قلته مزيان فهمناه والرساله وصلت، ولكن راه كاين في مدينه الدبدو طبقه مثقفه. لا طبقه مثقفه، شوف الطبقه المثقفه، البرنامج الانتخابي ديال حزب الاستقلال ولا ديال الاصاله والمعاصره ولا الاتحاد الشراكي كان باين، عرفوه وفهموه، كانوا باينين. اولويه ديالها هي مصانع الصحه. اماني كنهضر لك انا عاوتاني المنبع ديال البلاد، شنو اللي كان واقع؟ صافي، ما كانش قضيه ديال اجي راه عندي برنامج انتخابي نعطي لك تسمعوه كذا البرنامج ديالي. بتاتا ما جبدناش هاد الهضره سي منصف، الناس يعني عارفين يعني غير باش نوصلوا الفكره من طرف سي قدوري للجماهير نتاع مدينه التوريت ومدينه الدبدو. يعني مدينه الدبدو لم تعرف حمله انتخابيه بمعناها الديمقراطي والاصيل، بل عرفت مهزله انتخابيه. لم تناقش البرامج، وغير كنا كنمشيو عند الناس نقولوا لهم صوتوا بهالطريقه. صافي، اللي كيعرف غادي يصوت عليك، اللي ما عندوش معاك ما عادش يصوت عليك، اللي شاد الفلوس شاد الفلوس راه ما عادش يصوت عليك. هذه هي الطريقه باش مشات الانتخابات في دبدو، اما شي طريقه اخرى نهائيا. يعني ما كاينش شاب من الشباب اللي تكلم بجراه واخا بحزب اخر وجا وتكلم مع الناس. شوف من نقروش تكلموا وعطاو البرامج ديالهم، وحزب الاستقلال كان عنده برامج، ولكن شكون اللي غادي يسمع له سي منصف؟ شكون اللي غادي يسمع له البرامج؟ الناس ما كانتش عندها اهميه بالبرنامج ديالك نهائيا. كان عندها فلان ديالي غادي نصوت على فلان ديالي صافي. ما يكذب عليك شي واحد يدخل عندي، طلع لي اي واحد بغى يدخل عندي نهضر معاه. ولكن انا الفكره اللي بغيت نقول لك السي قدوري، هذه الاشكاليه اللي قلتها راه اشكاليه عويصه، هذه راه خاصها شي واحد محلل يجي يحللها. ولكنني انا اللي بغيت نقول لك شنو كيفاش وجدت انت راسك كمرشح باش تدخل تعالج هذه الاشكاليات بمدينه الدبدو؟ شنو هي القيمه المضافه اللي احنا كنعرفوا السي قدوري في الجمعيه نتاعو نتاع الفن اللي كان في مدينه الدبدو قدم واحد القيمه مضافه ما قدمها حتى واحد في مدينه الدبدو، بشهاده الجميع. علي الحمده، وانت راك كتشارك معاه وسافرتي معاه، يعني راه عندكم نفس التصور للفن بمدينه الدبدو. يعني انت في التصور الانتخابي ديالك علي كشاب مثقف، شنو قبل ما يدخل الانتخابات شنو قال؟ واش علي قال انا غادي ندخل باش ننجح، ولا علي قال غادي ندخل باش نوعي الناس وننجح، ولا علي قال غادي ندخل ونستافد من الامتيازات نتاع البلديه؟ شوف اولا نهضروا على الامتيازات، هذيك جامعه فقير
ما عنده ما يستافد، اللي دخل داك المجلس راه ما غادي يستافد حتى زفته نهائيا. جماعه فقيره لاقصى درجه. الطموحات ديالنا، الطموحات ديالنا كانت عندنا اننا ندخل المجلس الجماعي بدبدو باش نخدموا شي لصالح، وحقيقه كان عندنا طموح. انا كنت كنركز على الصحه بزاف، ما نكذبش عليك، كنت كنركز على المجال الصحي بزاف. انا ما كانش عندي شي طموح اخر من غير المجال الصحي، لانني عارف المجال الصحي شنو كيعاني، اللي كيعانيوا فيه الناس الاقصى درجه المعاناه، وخصوصا الدوائر المجاوره لمدينه دبدو. اما شي برنامج اخر اللي بنيته في راسي ولا نهائيا، كان برامج عند الاخوه الاستقلاليين حطوهم برامج اللي نقيه وديجا كانوا مشتغلين عليهم وخلاوهم هما. دابا عندهم برامج تبارك الله اللي كانوا خادمين عليهم وهما خلاوهم للحزب الاخر خصو يكمل المسيره ديالو. السيق الدور غادي تستمر مع حزب الاستقلال رغم الخساره ديالكم في مدينه دبدو؟ انا الى وفقنا الله تعالى وبقينا في الحياه، لو وفقنا الله تعالى وبقينا في حياه، راني مستمر حد السيد خالد السبيع في الحزب. غادي نمشي خالد السبيع، غادي نمشي من الحزب، ما نكذبش عليك. لا ولكن سيق الدور دابا السيد اللي سميتو دابا خالد سي خالد السبيع هو مجرد عضو واطار في الحزب. يعني خالد السبيع ليس بحزب بل اطار بالحزب. يطار بالحزب، ولكن انا بالنسبه لي شي حاجه. هذاك السيد السي منصف، نجيك الصراحه، انا تبع شخص ماشي الحزب. شوف انا تبع شخص ماشي الحزب، انا تبع شخص. وسيق الدور دابا غادي نرجعوا للاشكاليه الاولى، غير حاول انك تفهمني شنو بغيت نقول لك. دابا انت طرحت علي هذيك الاشكاليه نتاع نمشيو كل واحد يصوت علينا على وجهنا. دابا الاطار الاطار اللي فيه خالد السبيع، ماشي خالد السبيع هو اللي كيعكس الصوره نتاع الحزب. راه حزب الاستقلال راه عنده مناضلين في المغرب، وراه عنده حزب، وراه من حزب الاستقلال انبثق اليسار. بطبيعه الحال عنده مناضلين صح، ولكن انا شوف انا كنهضر على المدينه ديالي. على مدينه دبدو، يعني انت كتحط الامور في بلاصتها. انا كنهضر على مدينه دبدو، وما انا بيني بينك ما نسمح حتى حاجه من جبل لمون تما ترشح بي عندي عاد. يعني انت المرجعيه السياسيه ما كتهمكش، انت بغيت انا المرجعيه السياسيه ما كتهمنيش بتاتا، نقدر ندخل مع اي حزب ما عنديش فيه اشكال. ولكن السي قدور كاين واحد الاشكال هنا، انا متفق معك انك غادي تدخل للسياسه واخا لا منتمي، ولكن راه كاين راهو كان كنت معنا دابا في المجلس الجماعي في مدينه دبدو، راه غادي يخصك واحد الاسس السياسيه باش انك تعالج مجموعه من الاشكاليات بالمنطقه نتاع مدينه دبدو. بس سير المجلس الجماعي ديال دبدو ماشي ساهل، كاين اكراهات. شوف كاين اكراهات، راه ماشي غير يطلعوا للمجلس وتبقى تسير، راه كاين اكراهات، غادي تلقى قدامك عقبات، عقبات خصك تدوزها، وراه ما يمكنش تدوزها بلا ناس اللي غادي يعاونوك. راه اللي يطلع المجلس الجماعي ماشي غادي يطلع وغادي يلقى تجيه الفلوس تدخل عنده الكونط طن وسير تخدم، راه ما يمكنش. راه خصو يهز الطوموبيل ديالو ويتحرك، سير للرباط، سير تشوف فلان الفلاني، سير شوف الوزير الفلاني، سير شوف. طب هذا هو العمل في المجلس الجماعي. المجلس الجماعي ماشي يطلع جلس في الكرسي وغادي يجيك المشاريع حتى لعندك، راه ما يمكنش بتاتا بتاتا ما يمكنش. حنا علاش حنا كنهضروا على خالد السبيع؟ علاش كنهضروا حنا كنهضروا على خالد السبيع بالضبط؟ خالد السبيع من الناس اللي عاونوا مدينه دبدو بزاف، ولا هذا والله الشيء لا ينكره الا جميع. اسمح لي سي قدور، الا بغى شي واحد يطلع مرحبا يدير لي ان سيني ويطلع مرحبا، هذا راه ماشي ما كاينش ادنى مشكل، هذا راه صفحه مفتوحه لجميع الزوار. سي قدور وهو يعني كيخدم في الجمعيات، وراه دابا كيقولنا بانه غادي يستمر في هذا العمل الخيري ديالو، وغادي يستمر في المعارضه وحتى من خارج المجلس الجماعي، وهذه نقطه ايجابيه نسجلها في هذا الفيديو. وكنذكروا بان السي قدور يعني تكلم لنا على مجموعه من الخروقات نتاع جميع الاحزاب بمدينه دبدو، واخا هو قال لك ما شافش، مين تاكد بان كاينه خروقات يعني مدينه دبدو. حنا كنا انا بعيني انا ما كذبتش عليك، ما شفتش بعيني. هضرك الصور. حنا كنا ننتظر مستوى عالي في النقاش من مدينه دبدو،
في إطار هذه الحملة الانتخابية، كنا ننتظر نقاش للبرامج، لأن هذه المدينة تاع مدينة دبدورة ماشي سهلة. دابا هاد مدينة التاورير راه غير كنسمعوها أكثر من دبدو، ما نورمالمون راه دبدو قبل فاس. وراه كانت من مدينة مدينة دبدو كانت من مدينة دبي إلى قرية فاس. دابا هذيك المدينة همشناها، وهذا نداء للمسؤولين ونداء للفاسدين اللي لوتوا هذيك المدينة. هذا نداء خصكم تهتموا بديك المدينة اللي فيها عين سبيلية، اللي فيها تافرنت. علاش حنا الناس في تاوريرت ولا في دبدو كيمشيو لتافوغالت؟ شحال من واحد لدبدو كيمشي لتافوغالت؟ علاش؟ علاش؟ منطقة سياحية. منطقة سياحية بكل التفاصيل. اي أيوة الله منطقة يخليكم واحد سياحية. الالتفات. واش انتوما هاد المجالس البلدية كلكم كلكم واش غير كنتوا غير تاكلوا وتسرطوا وديروا العشاوات؟ فين راه الخدمة؟ فين؟ ماذا قدمتم لمدينة دبدو؟ ماذا قدمتم؟ وأنا ما كنتكلمش باسم الإطار ديالي، كنتكلم على واحد السيد صادف في الدوري مستقل دابا في هذا البرنامج. ماذا قدمتم لهذيك المدينة؟ قدمتوا لها العابات الانتخابي؟ قدمتوا لها الفساد الانتخابي؟ هو كيتحدث معنا السيق الدوري دابا كيقول لك جميع الإطارات، ما ناقشت بالبرامج، ما ناقشت بالوجوه، ماذا المستوى؟ يعني هذه رسالة لجميع الناس، لجميع الشباب الدبدوبي اللي كنثقوا فيه. خصك تنخرط في العمل السياسي وتكون في واحد الأحزاب اللي هي أحزاب شريفة، اللي تناضل من خلال الحركة الاحتجاجية وتناضل مع شرفاء الوطن. السيق الدوري، أنت كعضو بجامعة مدينة دبدو، إلا تعرضت عليك شي صفقة من الصفقات، شنو هي أول رد فعل غادي يكون عندك؟ الصفقات المشبوهة ولا وي كعضو؟ طبيعة الحال غادي نرفضها. لا، طبيعة الحال غادي نرفضها. في الرفض ديالك مين غادي ترفض؟ اش غادي دير بالضبط؟ شنو غادي دير؟ مين غادي ترفض؟ واش غادي تخرج عند الجماهير الدبدوبية والناس نتاع دبدو تتكلم معاهم؟ واش غادي دير ندوة صحفية؟ شنو غادي دير بالضبط؟ فهمنا هاد لو بروسيس اللي غادي تتبعو. انا ما نكذبش عليك، الا تعرضت عليا شي صفقه مشبوهه يمكن نقدر ندفع استقالتي. انا كانت النيه ديالي حسنه انني نطلع للمجلس الجماعي ديال دبدو نخدم فيه، كانت النيه حسنه، وكنت عارف غادي نعطي للمجلس شي حاجه ما عندي، غادي نقدم اضافه. مستعملين ما كتبش، الله يجعل البركه. شنو ما تبقى لك دابا شي حاجه باش غادي حاليا تفكر في هذه الامور ديال الصفقات المشبوهه ولا ماشي مشبوهه؟ لان داك الشيء ولا يدوز عبر مجلس على الحسابات، راه كل شيء ولا ما بقاش غير يخلطوا خوت، راه ولا كل شيء مزير. زعما المجالس القادمه والله الا غادي يكون اكثر ما دازت المجالس اللي دازت. عطينا الاسماء نتاع الاخوان اللي حاجوا على مقاعد مدينه دبدو. كاين حي الحوش، حزب الاتحاد الاشتراكي. بالاسماء بالاسماء بقول غادي نقول لك الحزب ونقول لك الاسم. تفضل. كان حزب الاتحاد الاشتراكي خداها بوزيدي المهدي بحي الحوش. ما هي الرساله التي تقدمها لبوزيدي؟ اودي رجل طيب، رجل طيب، نتمناه يشتغل اكثر، ونتمناه انا تهضرت معاه في واحد الموضوع هذه الايامات، نتمناهم انه ما يكونش انتقامات من الموظفين وانتقامات من الاشخاص اللي ما كانوا متابعينهم وداك الشيء، وهو كان وفقني الراي الله يجازيه بخير. زيد فوتنا، دوز لنا الاحياء الاخرى انا كنستعملك. كاين توفيق قدوري حي الكياديد، هو الرئيس الحالي اللي غادي يكون الرئيس الحالي ديال المجلس. نتمناو شنو هي الرساله اللي دابا احنا ما فهمناش؟ الناس نتاع دبدو ما فهمتش كيفاش الناس كلها بهاد المنطقه كتعرف السيق الدور. يعني كيفاش هاد السيد، واش هاد السيد اللي ربح يعني اللي نجح، واش عنده تكوين سياسي بالحزب ولا حتى هو واش مناضل بالحزب؟ لا لا بتاتا، لم يسبق له ان دخل شي حزب نهائيا. وكيف تمت هاد العمليه نتاع النجاح؟ يعني ما فهمناش. العمليات صافي، نعطيو لفلان نعطيو لفلان صافي، الله يجعل البركه. ما كاينش شي حاجه، انا نقول لك نيشان، ما كاينش شي حاجه. كاين قضيه ديال فلان، غادي نصوتوا على فلان صافي. يعني ما يعني غير باش نكونوا متفقين مع الناس نتاع دبدو، يعني ما هذا السيد ذكرني بالاسم نتاعو، قدوري توفيق. يعني قدوري توفيق ما ربحش قدور بالبرنامج الانتخابي، ربحوا غير لا ب... لا.
ما كان لا برنامج انتخابي لا والو، اللي قال لك انا ربحت من برنامج انتخابي طلعوا عندي دابا. شنو البرنامج الانتخابي اللي غادي يعطي الناس ديال دبدو؟ اغلبيه ديال الناس دبدو كيتبعوا غير الوجه صافي، تجدوا على الوجه ولا تبع الماده وحده من جوج، كاين جوج حوايج لا غير. نعطيك واحد النسبه ديال واحد 10% ولا هذوك اللي كيتبعوا البرنامج كيتبعوا المصلحه ديال البلاد، اما الباقيه ما تقوليش كاين مصلحه ديال البلاد. واخا نمشيو للحي، نمشيو للحي الملاح، كان بالفرما احمد حزب الاطلال المعاصره، كاين حي ولاد عماره، حي ولاد عماره كاين عبد الكريم بن علي انت هو الاصل المعاصره، كاين حزب حزب الاستقلال بحي ولاد يوسف فين كاين التواتي بعد الله يرحمه، الله يرحمه، حزب الاستقلال سميتو خلوف رشيد. كان هذاك غير باش نوقفوا على واحد النقطه، انا راني مختلف مع حزب الاستقلال جذريا، ولاني هذه واحد الرساله نتاع الشكر لهذاك السيد نتاع السي خلوف، يعني كنقدم له انا التحايا نتاعي من هنا وكنشكرو وكنحيي العائله نتاعو. الو راني دابا كنسمعك، انا كملت لي الروشارج. صافي كملت لك الروشارج؟ لا معليش لاني طلقت الواي فاي، كنت طلقت الكارجي. قلت لك كنحيي السي خلوف من هذا المنبر، هذا واحد الانسان كيشتغل، يعني رغم الاختلاف الحزبي السيد كيشتغل وفي صمت، كنتمناو له التوفيق. شنو هي الاحياء اللي باقيه السي قدوه؟ باقي لنا حي قبيين علي الزباير حزب الاستقلال، باقي لنا حي الحمري، حي الحمري مومو عبد القادر حزب الاستقلال، حي القور عبيد اليماني حزب الاستقلال، نيلي عمر حزب الاصل والمعاصره بحي الاداري، وباقي لنا الاخير حي المصله، باقي لنا حي المصله بندحو نسيت السميه، بندحو نسيت له السميه، بندحو محمد يمكن بحال هكا. والرئيس شكون اللي قلت لي غادي يكون التحالفات كي مرت بمدينه دبدو؟ التحالف كان بين الاتحاد الاشتراكي والاصل والمعاصر، والامور دازت انت بالنسبه ليك يعني في عضو في حزب الاستقلال دازت على مايورام ولا؟ لا بالنسبه لي هما ديجا كانوا متفاهمين الاحزاب يعني من قبل، يعني من قبل لا شي كانوا متفاهمين عليه من ديجا، يعني في الحمله الانتخابيه قبل، منين قبل ما تبدا عاد الحمله الانتخابيه كانوا ممكن متفاهمين على التحالف، يعني كانوا ناويين غادي يطلعوا وغادي يربحوا. النيه كانت عندهم والله تعالى وفقهم، كل شيء كان عندنا نيه اننا غادي نطلعوا غادي القصبه. هو فكرني عليه الزباير، كانت القصبه حي القصبه كان محمد الزباير بحزب الاستقلال. سمعنا على شي عائله في بعض الاحياء في مدينه دبدو شدوا الفلوس وما صوتوش، يعني كانوا باغيين يصوتوا وفي واحد المرحله معينه ما صوتوش. واخويا بوسي ما بغاوش، شنو غادي دير؟ ما بغاش الناس تصوت. لا سمعنا بان ما صوتوش، ماشي موقف سياسي، ما صوتوش غير باش واحد السيد يطلع. واش هاد المعلومه كاينه في مدينه دبدو؟ لا الهضره ما كايناش. لا هاد الهضره ما كايناش منصف، انا نجيك الصراحه دبدو عالم، شت دبدو في الانتخابات وبصي منصف عالم. يعني عالم. انت مستعد تدخل الانتخابات الجايه في مدينه دبدو؟ انا ما نكتبش عليك، معمرين بعد الانتخابات الا خلاني الله في الحياه، معمري غادي نبعد. يعني من ما غاديش تبعد الانتخابات، يعني غادي تبقى في هذا الاطار نتاع حزب الاستقلال، ونتمنوا نشوفوك انك في الحزب كتحضر المؤتمرات ديالو، ولما لا تشكيل شبيبه. لا 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 سي منصف ما ندخلش. يعني انت بغيت تدخل كشخص غادي نترشح في حزب الاستقلال ولا غادي نترشح في حزب اخر؟ شوف السنوات القادمه ماذا تقدم لنا، شوف ماذا راه مخبي لنا، ولا الله تعالى خلانا في حياه راه غادي نترشح باش مارش قتلي. ما عنديش اشكال شي واحد كيقول لي دي ولا دي، مي الا كان السيد اللي قلت لك مازال في حزب الاستقلال راني معاه. سيق الدور، غادي نعطيك ثلاثه نتاع الاسماء،
مرحبا. عبد الإله بن كيران. والحقيقة والله القسم الشعب كل شيء ضده، ماشي الشعب نقول كل شيء ضده، كاين نسبة كبيرة اللي ضده، والله ما ضده أنا، كان إنسان خادوم. والحاجة اللي فرحتني بعبد الإله بن كيران بزاف واللي كنت كنبغي بيها عليها هي القضية ديال الأرامل. خصص واحد المبلغ مالي للأرامل اللي ماتوا لهم الأزواج ديالهم، خصص لهم واحد المبلغ مالي لوليداتهم وكذا باش كيصرفوا. حقيقة أنا وقعت لنا في دبدو، الراجل مات خلى جوج وليدات كتجيها واحد 1200 درهم في الشهر، خلالها ثلاثة وليدات كتجيها 1200 درهم في الشهر. زعما حقيقة هادشي علاش بغيته، ما نكذبش عليك، بغيته على هاد القضية بزاف، لان انا من الطبع ديالي كيشفني الاخر. الا شفت انت شي ارمله قدامك راه يبقى فيك الحال، يبقى فيك الحال بزاف، تقول علاش ما خصني نساعد، بالطبع. ولكن هو هز علينا واحد الحمل ثقيل، برافو عليه. سي عزيز اخ النوش، اخ النوش حرتها فلوس، وكنظن غادي تكون الولايه ديالو رائعه، كان غادي نشوفو تحسن في الولايه ديالو، لأن السيد قاد بالمسؤولية. ومدينة تاوريرت مدينة التوريت أخويا شنو نقول لك، شي شد في شي، عمرها غادي تكون تزيد للقدام، لأن الناس ديالها بزاف. ماشي ما نشرقوش الناس، ولكن أنا كنشوف غير في الفيسبوك الناس ولا التوريت شي مدابز مع شي، ترى وقعنا هذه الأيام في الفيسبوكات المجهولين، عرفت الازيد من واحد 50 فيسبوك مجهول كيدخل واحد يسبك العشيه، الاخر يسبك، والاخر يسبك، لا بس هكاك وقع في يقدروا دابا حتى الشباب دابا راه حاضر معنا 270 شاب من دبدو دابا، غير واحد الحاجه، وكان كانوا هاد الناس كيدابزوا على برامج سياسيه ونقاشات سياسيه، وكان كانوا هاد الناس كيتناقشوا على برامج سياسيه بتاتا ويدابزوا على بتاتا بتاتا ما كيناقش ما كاينش اللي يدابز على برنامج سياسي بتاتا، كيدابزوا على الشخص. انا نقول لك نيشان، وكاين حزازيات، كاين حتى الحزازيات، ما كاينش يقول لك في واحد كان شي ديمقراطيه شي نزاهه شي شفافيه بتاتا. نقولها لك ونقولها لك قدام نهائيا ما كان. وفين راه الدور نتاع الشباب الجديد اللي جاي يترشح في مدينه دبدو؟ هاد الوجوه اللي شفناها في مدينه دبدو فين راه الدور نتاعهم؟ في ما كاين يعني بالنسبه لقدور حمداوي ما كاينش دور. لا تكلم لنا شويه على دور الشباب، هاد الوجوه الجديده اللي شفتها انت سي قدور جات لمدينه دبدو في بعض الاحزاب، شنو جابت لنا كقيمه مضافه لمدينه دبدو انت في نظرك؟ انا نزيد واحد المعلومه، الشباب المثقف ما غاديش يبان مع البقيه، الشباب المثقف الواعي اللي مدخل فكره في راسو وحب المدينه وعنده برنامج سياسي اللي باغي يبني عليه ويخدم عليه، ما لقاش بلاصتو في وسط الغوغاء، ما لقاش بلاصتو، ما لقاش بلاصتو بتاتا. غادي يلقى بلاصتو انت مع المعارضين، واخا تكون مثقف كذا تلقى انت يا المئات ضدك، غادي تزيد تبان في الساحه نهائيا. الشباب المثقف كلاهم الجهلاء. والسلام عليكم. علاش السي قدور ما دقيتوش دار مدينه دبدو وعيتوا الناس باش انهم ما يشدوش الفلوس؟ ما يمكنش، تقول لي ما تقدرش ديرها سي منصور، نهائيا ما تقدرش ديرها. لا هو دبدو مدينه صغيره ما ماشي تقدرش كبيره. سي منصور تقدر تبقى لي في الدار يقول لك شكون قال لك انا شديت الفلوس، ولا شكون قال لك انا غادي نشد الفلوس؟ لا غير تسونسيبيليزي الناس، تقول لهم اودي مثلا راه الا عطاكم شي واحد راه تحملوا مسؤوليتكم، ما تجيوش انت تبقاو تبكيو وتقولوا ما عندنا السبيطار. هاد الشيء عارفين وفاهمين ومتكلمنا عليه، ولكن ما يمكنش، كل شيء عارف هذه القضيه، ولكن من تحت لهم الفرصه كل شيء تقريبا النصف خدا. واش هاد التصور اللي كتكلم لي بها السي قدور، واش جميع الشباب اللي في مدينة دبدو اللي ترشحوا عندهم نفس التصور ديالك الانتخابات، ولا انت الوحيد اللي عندك هاد التصور؟ واش ناقشت مع هاد الناس انت يا انا كان انا كنهضر على راسي، سمعت السي منصف، انا كنهضر على راسي، اما انا عارف عندهم نفس التصور، انا عارف كل شيء عندهم نفس التصور ونفس الاكراهات ونفس القضيه. انا كنهضر عليك بصراحه، كنهضر معك بصراحه، نفس الاكراهات في دبدو، ولكن باش نجيو نهضر على شي واحد اخر ما يمكنش.
يدخل عندك هنا يقدر يبين لك هو سبع، يقول لك انا هو السبع، انا راني بدبدو ديتها بنزاهه وبشفافيه وطا طا 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 بأساس عندك شي ما كاينش. هاد الناس اللي خداو كراسي في مدينة دبدو شفتوهم مور الانتخابات ولا مازال؟ لا حاليا لا، هما متواجدين، هما متواجدين واش حاليا، مازال خرجوا ما مازال احنا كيتواصلوا مع الناس؟ واش داروا مهرجانات خطابية؟ واش جمعوا الناس في مقرات الأحزاب ديالهم ولا هذيك الأحزاب سدت؟ لا لا صافي، الله يجعل البركة كملنا يعني المقرات سدت دابا مدينة دبدو؟ طبيعة الحال. صافي داك الشيء طلعوا للمجلس، كل شيء غادي يتسد، ما عاد يتقال مهرجانات خطابية ولا تواصل ولا والو، اللي بغاهم هو يمشي يدور عليهم. اي يعني ما كيبقاش داك يعني مثلا احنا في الدول الديمقراطيه، نتكلمك على الدول الديمقراطيه اللي عندها تجربه عتيده في الديمقراطيه، الحزب واخا كيمشي للانتخابات كيبقى محلول طوال السنه، نهائيا نهائيا يعني لا مقر الاتحاد الاشتراكي ولا مقر الاصاله والمعاصره ولا مقر الاستقلال، صافي هذه المقرات جات فتحت في ديك السيمانه، فرقنا الورق، جبنا معنا الاطفال والشباب، ودرنا بعض الشعارات نتاع اليسار اللي ما عندها حتى علاقة بأحزاب المخزن وأحزاب اليمين، ونجحنا وطلعنا وسدينا الحفلة. صافي، كملوا كملوا، سالي هوا السي منصف، كان سالي هوا معكم منصف من مدينة بوردو، شكرا حبيبنا وأخونا السيق الدوري، سلامي للعائلة، شكرا كنشكرك بزاف على السي النقاش منصف، ديالك. مرحبا، الله يحفظك، الله يحفظك، الله النقاش يحفظك، يستمر شكرا في بزاف، الحلقة المقبلة، تحياتي لسكان مدينة دبدو، شباب شابات شكرا شيوخ، شكرا شكرا. وتحية لكل سكان مدينة دبدو، إلى اللقاء في الحلقة